تشهد قطاعات وزارة الداخلية تطويراً وتحديثاً متواصلاً من إنشاءات جديدة لرفع كفاءة منشآت قائمة. جديد تلك الإنشاءات هو مبنى إداري متطور لقطاع السجون، أنشئ وفقاً لأحدث النظم المعمارية ومزود بتقنيات وتكنولوجيات حديثة. يضم المبنى غرفة لإدارة الأزمات بها أنظمة اتصالات حديثة ونظام مراقبة بالكاميرات يرتبط بكافة السجون على مستوى الجمهورية، يكفل إحكام إجراءات التأمين لمرافق ومنشآت قطاع السجون. إضافة إلى نظام اتصال بتقنية الفيديو كونفرنس، يمكن من خلاله عقد الاجتماعات والتواصل بين رئاسة القطاع والقيادات الميدانية. وفي إطار الارتقاء بالعنصر البشري، تضمن المبنى قاعات للتدريب وعقد المحاضرات والندوات في مختلف المجالات لتدريب العاملين في قطاع السجون وفقا للسياسات العقابية الحديثة التي تراعي حق الإنسان وكرامته. كما يضم المبنى غرفة اتصالات مزودة بكافة وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية الحديثة، وتم تزويده بنظام أرشيف إلكتروني لحفظ وأرشفة كافة ملفات وسجلات نزلاء السجون. يتزامن إنشاء هذا المبنى مع الاستمرار في تطوير الخدمات والرعاية المقدمة لنزلاء السجون لإعادة تأهيلهم والعمل على انخراطهم في المجتمع عقب قضاء عقوبتهم، من خلال تطوير مهاراتهم في مجال الحرف والصناعات اليدوية وتسويق منتجاتهم، إضافة إلى تسهيل إجراءات التمويل اللازمة لهم عقب انتهاء فترة العقوبة. كما تحرص الوزارة على توفير رعاية صحية متكاملة لنزلاء السجون من خلال مستشفيات ذات تجهيزات وتقنيات حديثة داخل السجون المختلفة. إلى جانب توجيه العديد من القوافل الطبية لكافة السجون لتوقيع الكشف الطبي اللازم على النزلاء. فضلا عن تطبيق إلكتروني لتلقي طلبات الزيارة وتحديد موعدها على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت وفقا للضوابط الحاكمة. وذلك مع استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة داخل السجون لحماية النزلاء والعاملين والمترددين على السجون من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا.